طبعا القصة بدأت هي كانت صداقة عمل، كانوا يعملون كلهم أطباء في مستشفى في أحد المستشفيات، فبدت هالعلاقة هذه من خلال العمل وتواجدهم بالعمل. يا سلام. ثم يعني استمرت العلاقة إلى ما صارت يعني حب عفيف شريف، وتكمل بالزواج، تقدم بشكل رسمي لأهله وتزوج البنية ذي زميلته في العمل. زميلته في العمل. حلو. وهي ما تعكس القصص القديمة اللي تعودنا عليها في القديم من قصص الأولين، ولكنها قصص في حاضرنا، قصة في حاضرنا الحالي. هو شوف قضية الحب لما نتكلم عنها يمكن بعض الناس ياخذها بحساسية زايدة، والأصل لا. يعني أنا أتوقع أنه كل واحد منا كان له نظرة إعجاب بقريبه له، بنت جيران، بكذا، لكن كان الأمنية أنه يكون في مثلا تكون زوجة له في المستقبل. قد يحصل وقد ما يحصل الأمر هذا، وكل المجتمع زي ما تفضلت أبو المحسن يصير في مثل هالنظرات. لا شك الأجاب. لا شك. يعني لما نتكلم عن قيس وليلى، صحيح، لما نتكلم عن عنترة وعبلة، هذا كان بينهم يعني الحب اللي شوف كيف وصل يعني إلى الآن والناس تتكلم عن، صح، تتغنى هذا الحب العفيف الرائع المميز. اسلم، عطني وش سلمت. فالتزوجوا حصل أنهم ما شاء الله كمل عليهم، وصار في قبول بين الأهالي، وتم الزواج بين الطرفين. يا سلام. فلاحظ أنه في قصة قبل الزواج ممتعة جدا، وكانت علاقة جدا يعني كان في تجانس، إلى كملها الله بهالزواج وتمم عليهم. بعد حصول الزواج يمكن بفترة قصيرة قدر الله وشاء أنه الزوج أصيب في المرض الخبيث، الله يكفي إن شاء الله الجميع والمشاهدين إن شاء الله من خلف الشاشات، أصيب بالسرطان. أعوذ بالله، نسأل الله السلامة. مرض السرطان الله يكفي الشر الجميع إن شاء الله، يعني اسمه كاسم مؤذي للنفس، يعني متعب للنفس. فأسأل الله أن يشفي الجميع إن شاء الله منه ويكفي الجميع منه. فتخيل وقعه في بداية حياة زوجية، وقعوا على الزوج اللي كان يبني أحلام كبيرة على زوجته، صح، وحياته الزوجية والبيت اللي حاب يبنيه مع زوجته، وقصته بنفس الوقت مع زوجته، الزوجة نفسها كيف تفكيره مع الزوج اللي بنت أحلام كبيرة معه وتممت يعني نصف دينها معه، فحاولت أنه تكون هالبيت. فكانت فعلا مؤذية، مو بس على الزوجين، على اللي حواليهم. ما في شك. طبعا بما أنه طبيب يعني بحث عن سبل العلاج في 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 السعودية، وبعدها انتقل خارج المملكة يكمل علاجه. فكل ما له يتصاعد الموضوع مع المرض، طبعا ما اكتشف إلا مؤخرا، فتصاعد المرض معه بشكل كبير للأسوأ. فالرجل من كثر ما هو يعني يعشق زوجته أو الحب اللي بينهم، بدأ يقول لها أنت لسه بشبابك، يعني وش تنتظرين مني؟ أنا خلاص حياتك. أنا باقي لي كم يوم يعني وأنتقل لرحمة الله وجوار رب العالمين، لكن أنت يعني بعز شبابك، وأنا والله من زود الغلا وزود الحب ودي أنك تشوفين طريقك، مدام ما بيننا الحين، ما كتب الله بيننا عيال يعني. من كثر حبه فيه، طبعا هالكلام هذا يؤذيه، نوع من الوفاء، يؤذيه شخصيا. المقابل اللي هي المرأة، طبعا هذه من أبطال هالقصة، إن بادرت الحب، قالت أنا من لي بهالدنيا غيرك. يا سلام. يعني شوف شلون راسمها، كان ممكن تصير أي وحدة في مكانها تقول أنا أبحث لي عن شخص، خلاص أنا توني بعز شبابي، لكن للأسف فيه يعني وكانت ما زالت، طبعا ما في شفشينا في خير الحمد لله، لكن أتكلم أنه كانت ما زالت تساعده وتعطيه يعني جرعة يعني تفاؤل أنه إن شاء الله لا تشيل هم، وإن شاء الله بنلقى الطب، والطب ما زال بخير يعني. فبدأ بالجرعات الكيماوي والإشعاعي، الله يبعد الشر إن شاء الله من الجميع، وكل ما لا تزود حالته للأسوأ. سبحان الله، لما العلاج علاج السرطان مؤذي حتى للجسم، لا شك، خصوصا لما يبدا مثلا بالإشعاعي الكيماوي هو اللي متعب، فبدا يتأذى الين وصل مرحله قال انا ما ابغى علاج، انا دام بقالي هاليومين هذه ودي اعيش معك وانا مرتاح.
شوف شلون يفكر. وقف العلاج، وقعوه على اوراق، انت مسؤول انت مسؤول. قال انا ما تسوى عندي انا. وسبحان الله الزوجه كبر همها معه، يعني عالج. قال انا ما بقى لي هاليومين، خل استانس معك قبل مير ادامني انا. شوف شلون تفكيره، يعني دامك انت مصره اني انا خلني اعيش معك اليوم، خل استمتع بايامي الاخيره. بايامي الاخيره يا سلام. وسبحان الله بدا اخذ وقع على القرات، وبدا يطلع هو زوجته ويروح ويجي. جلس لحوالي اسبوعين الين زاد المرض معه. يوم انه زاد المرض معه رجعوا له المستشفى. خلال هي الايام هذه رقدوه بالعنايه المركزه. خلال هالايام هذه وصل خبر سيء ان زوجته هذه توفت. سبحان الله العظيم. اللي رايح للمستشفى ورايح البلد خارج السعوديه بيعالج علشانها. علشانها سبحان الله ماتت. سبحان الله العظيم. والمشكله وين؟ المشكله الاكبر طبعا الله يرحمها ان شاء الله. امين. انه ما خبروا زوجها، لان زوجها اصلا بحاله لا يعلم فيها الا رب العالمين. اللي حصل يا ابو عبد المحسن انه بدا يسال وين فلانه، لانها ملازمتها في المستشفى وبالغرفه وكل يوم يشوفها. قالوا فلانه الان ما تبي تشوفك لانها قامت يعني تتألم وتتعب نفسيا، فصرنا نبعدها شوي. ماشي استشك. طبعا سبحان الله بدا يطلع من العنايه، دخل على غرفه عاديه وبدا يسال. الين بعد خامس يوم قالوا له انها توفت بعد ما استحسنت حالتها. طبعا خبر في خبر، تخيل وقع هالخبر على واحد قبلها بكم يوم يقول لها انت وش تبين فيني؟ شوفي حياتك انت او دوري شخص احسن مني، انت لسه شباب. وسبحان الله معافى لا فيها اي شيء، وهو اللي مريض وراح ينعالج سبحان الله ماتت قبله، ويومها قبل يومها. سبحان الله العظيم. فوقع هالخبر يا ابو عبد المحسن على هالرجل فعلا كان قاسي صاعقة. جدا صاعقة لا شك. وقع الخبر اكبر من وقع خبر المرض الخبيث عليه. فنسى موضوع انه مريض وطلب انه يرجع للسعوديه، ورجع فعلا للسعوديه. جلس حوالي يمكن 3 شهور ما يكلم احد ابد، ما يجيب الا اسمه، لين اخذ الله امانته بعد 3 شهور توفى رحمه الله. الله يرحمهم جميع. فهل الـ 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 القصه هذه فعلا ألمتني وانا اسمعها، ألمتني وأنا أقولها الحين، يعني فعلا قصة تقع بالنفس. الفكرة أنه خلال هال3 شهور ما يجيب إلا اسمها ولا يسأل عنها، يجيبونها يمين بسالفة يمين، يسألون عنها ما عندها إلا اسمها وينها. ولعل الله سبحانه وتعالى أراد لهم الخير. أراد لهم الخير، وكما جمعهم في الدنيا يجمعهم في الآخرة. اللهم في الجنة. نسأل الله عز وجل يرحمنا برحمته يا رب. ولكن هالقصة أبو عبد المحسن يعني ولدت قصيدة. أنت كتبت فيها قصيدة. قصيدة أقول: يا هبوب الريح هبي واسعدي بر ومدينة، واسألي لي عن حبيبي فتشي كل الزوايا، اسألي موج البحور وما جرابه من سفينة، والمواني والسواحل والبدو وأهل القراية، واسألي رمل الصحاري والنفل والياسمينة عن حبيب من عرفته مسكنه كامل حشايا والطيور، وما عرفتي كل حد تاصلينا، خبريهم بالهبات وبشريهم بالعطايا، وإن عرفتي شيء عنها عزوتي لا تكتمينه، لا مجال للمزوح ولا سماح في الخطايا، منك برق ومنك رعد وكل خير خابرينه، منك يا انسام العليل وفيك يا كثر السجايا، اشفي القلب العليل وريحي باقي سنينه، عن حبيب غاب عني علتي واكبر بلايا، اعشقه واحسد عيونا تنظر بطله جبينه، بلسم للروح شافي فيه يا كثر المزايا، كفها كل الحنان وقربها برد وسكينه، لجلها تهزم جيوش ولجلها تمحى سرايا، شعرها ملمس حرير ولا يحصل لا يمينه، كايدة كل البنات وفاتنة بين الصبايا والثغر كل الجمال، ولا يطابق واصفينه، لو جمعنا من يوصف ما وصف كل الرواية، جيدها جيد الغزال اللي يعذب قانصينه، لو حزوله كل مرصد ما يصيدونه حكاية، لا ضحوك
ولا هروج ولا مطالعها حزينة جامعة منا ومنا كل ميزات الحلايا. كنا هلا عقد لولو، عقد اللولو يا ابو عبد المحسن القبائل الأفريقية هو اللي سوت شيء زين تحتفظ به، لا تهديه ولا تعطيه ولا تبيعه من زود غلاه. كنا هلا عقد لولو في بلاده صايغينه، لا يبيعونه ثمين ولا يزفونه هدايا. نظرة الطرف الكحيل تخلي الدنيا طحينة، لجلها تصبح طعون ولجلها تمسي منايا. مشيها عفة وقار وثابتة بالزين زينة، لو مشدون الحجاب ولو تغطت بالعباية. طولها محسود فيها لا نحيل ولا متينة، تنفتن منها عيون وتنحسد فيها مرايا. عهدنا بالحب باقي والله إنا حافظين، كيفها عقب الفراق وليه تبخل في لقايا. افترقنا ليه مدري كيف كلش جاهلين، ساعة الربي كتبها كانت الهمي بداية. هبهبي يا ريح واجري وابحثي عنها ثمينة، واخبريني عن خبرها هم ما فارق سمايا. واخبريها عن وليد وقولي أنت نور عينه، عقبك ابن حميد قاضي اسعفي فيه البقايا. يا عساياتي خبرها عيد يمي تحملينه، وافرح بزهرة حياتي واكتب الهمي نهاية. وان عرفتي شي قاسي عن خبرها مثبتينه، كبلي محل حياة وطيبي مطرح ثرايا. الله سلامتكم. بيض الله وجهك، صحة لسانك ما شاء الله.